بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الثاني مع ليلة في بيت النبي. حبيبي في كل مكان، يعني أسعد الله مساءكم وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الحلقة الماضية قلنا هنقدم مقدمة للكلام عن ليلة في بيت النبي، وجميل قوي قوي ان احنا نسعد ونستمتع ونعيش احلى لحظات حياتنا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عمرك تخيلت في حياتك انك ممكن في يوم من الايام تشوف النبي ولو مرة في المنام؟ عمرك تخيلت في حياتك انك ممكن في يوم من الايام انك تعيش في زمن النبي وانك تكون في بيت النبي؟ اتذكر ان واحد مرة من التابعين، يعني تلميذ من تلاميذ الائمة الكبار، قال للشيخ بتاعه، قال له امنية عمر اشوف النبي صلى الله عليه وسلم. قال له هقول لك على حاجة حلوة قوي، وعندي طريقة جميلة جدا ليك ان شاء الله لو عملتها هتشوف النبي صلى الله عليه وسلم. قال له طب ازاي؟ قال له تعالى لي الليلة دي، انا عازمك عندي على العشاء وان شاء الله اخليك الليلة دي تشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال له طيب. المهم راح التلميذ دوت لشيخه وراح البيت عنده، فالشيخ الكبير بقى الامام الكبير ده وصى زوجته انها تعمل اكل كتير جدا جدا وتحاول تخلي الاكل كله مليان ملح، وبعدين حط الاكل قدام تلميذه. فتلميذه قال له اتفضل يا شيخي. قال له لا كل يا ابني، انا خلاص كلت الحمد لله سبقتك، كل بالهنا والشفا. قعد التلميذ ياكل وياكل ياكل، فوصل الاكل مليان ملح، فمكسوف يقول لشيخه ان الاكل مليان ملح، فطبعا غصب عنه من باب الادب قعد ياكل وخلاص، كل وشبع تمام. وبعدين قال للشيخ بعد اذن حضرتك فضلت الشيخ يعني لو شويه ميه. قال له سبحان الله، سامحني يا ابني والله الميه مش موجوده، مقطوعه دلوقتي، فان شاء الله يعني هتقعد معايا لحد اما نيجي قبل الفجر كده بساعه، هنقوم نصلي قيام الليل، اجيب لك ميه تشرب وتتوضى ونصلي مع بعض قيام الليل ونصلي الفجر وان شاء الله الدنيا تبقى جميله. نام دلوقتي يا ابني عشان تلحق تقوم ايه تصلي قيام الليل. نام التلميذ، وبعدين جه في الثلث الاخير من الليل صحي عشان بقى يقوم يصلي وعشان يشرب ميه. فالشيخ بتاعه ساله قال له ها طمني، شفت ايه الليله دي في المنام؟ قال له شفت ايه؟ رايت انهارا تجري وبحارا تتدفق وامواج يجري بعضها فوق بعض والسماء تمطر وكل اللي شايفه ايه؟ ميه. فقال له نعم، صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت النبي في المنام صلى الله عليه وسلم. ما انساش أبدا كلمة أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما كان بيقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيكلم بعض التابعين وبعض الصحابة وهو بيبكي ويقول والله ما مرت بي ليلة بعد موت النبي إلا وأنا أرى فيها حبيبي في المنام صلى الله عليه وسلم. كل ليلة كان أنس بن مالك كان بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم. لو صدقت محبتك لرأيت النبي في المنام، مش مرة في العمر بل كل ليلة بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يجمعنا وإياكم على حوض النبي، ثم يجمعنا في جنة الفردوس مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لننعم في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تعالوا نبدأ لقاء الليلة، ليلة في بيت النبي. استحضر حضرتك المعنى، واستحضري حضرتك الموقف الجميل العظيم، الموقف اللي فعلا الإنسان ممكن يفقد فيه عقله وصوابه ويفقد كل أحاسيسه، إن لما يتقال له تعالى الليلة دي أنت على موعد هتخش بيت النبي، هتحضر أول ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف ونعيش الليلة دي مع أسعد زوجين على وجه الأرض. مين هم أسعد زوجين؟ النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وأمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن كل الصحابة أجمعين. هنعيش أول ليلة وهي ليلة جميلة قوي، هنعيش ونشوف أسعد زوجين. رغم انشغال النبي عليه السلام بتبليغ الدعوة وهداية الأمة، ورغم انشغاله بالغزوات والسرايا، ورغم انشغاله بأحوال أصحابه وأزواجه، رغم كل دوت خصص وقت عشان يقعد مع أمنا عائشة ويستمع إلى حديث طويل جدا جدا مع أمنا عائشة. أخوي وحبيبي، أسألك سؤال قبل ما نبدأ الحلقة، يا آخر مرة قعدت فيها مع زوجتك أنتوا الاثنين تتكلموا كده وتأنسوا بعض بحديث جميل وشيق، كان من إمتى؟ فاكر حضرتك آخر مرة قعدت فيها مع زوجتك؟ فكرت مرة تخلي وقت مخصص لبيتك؟
فكرت مرة تجمع زوجتك وولادك حبايبك وتقعد تحكي لهم سيرة النبي، تقعد تكلمهم عن الصحابة، تقعد تحكي لهم حكايات أمهات المؤمنين، فكرت تقعد تكلمهم عن أخلاقيات المسلم، عن السلوكيات، فكرت تقرأ معهم من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكرت إن أنت تعلمهم أحاديث النبي من رياض الصالحين أو من غير ذلك من الكتب المفيدة، فكرت في ده كله؟ بلاش ده كله. فكرت مرة تقعد مع زوجتك وتتكلموا مع بعض كده وتقول لها إيه اللي مزعلك؟ إيه اللي مضايقك؟ طب بتحب إيه؟ وبتكره إيه؟ فكرت مرة تعمل جلسة زي كده ولو مرة كل شهر لمدة ربع ساعة؟ فكرت تعمل كده؟ عارف لو عملت كده يقينا هتتحل مشاكل كتيرة جدا جدا في حياتنا، يقينا والله، لأن كتير من الأزواج النهاردة مع انشغاله طبعا بمطحنة الحياة والشغل والأكل العيش ولقمة العيش والكلام ده كله، بقى آخر حاجة يفكر فيها وآخر حاجة حاططها في الجدول بتاعه هو إنه يقعد مع زوجته حبيبته مع أولاده عشان يكلمهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى، مع إن هم لو ما أكلوش يعني كبيرها أو هيجوعوا بس هياكلوا برضه، ولو عطشوا هيعطشوا لكن هيشربوا برضه، ولو حصل لهم أي حاجة هتتعالج، إنما لو في الآخر عياذا بالله كانوا داخلين النار فما فيش أي نجاة منها. قال جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال حبيبك ما تصل عليه صلى الله عليه وآله وسلم، أيوة كده عايزك معايا على طول كده، كل ما أقول لك حبيبك البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، أظن ما فيش حد قاعد قدامي بخيل، إن شاء الله الكل كرماء صلى الله عليه وسلم. قال كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تعال نشوف حبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيبنا كلنا رغم كل انشغالاته دي كلها بهداية الأمة كلها والغزوات والسرايا ومشاكل الصحابة، ورغم ده كله خصص وقت جميل وطويل جدا جدا عشان يقعد في ليلة من الليالي اللي هي أول ليلة إن شاء الله، عشان يقعد مع أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ويبتدي يسمعها وهي عمالة بتحكي له بعض الحكايات الجميلة، أو بالبلدي كده بتحكي له حكاية 11 زوجة جلسوا مع بعض في الجاهلية قبل الإسلام وقعدوا اتفقوا مع بعض، والحديث في البخاري ومسلم اتفقوا مع بعض، وهو مشهور بحديث أم زرع، فاتفقوا مع بعض إن هم يقعدوا مع بعض وكل واحدة فيهم توصف زوجها وما تخبيش أي حاجة أبدا من مواصفات زوجها. بالبلدي كده هي كانت جلسة غيبة يعني. طيب تسأل سؤال أكيد حضرتك، وأكيد حضرتك هتسأل نفس السؤال، ومعقولة أمنا عائشة تقعد تحكي للنبي مجلس غيبة أو جلسة غيبة والنبي يكرها على ذلك؟ خد بالك أخويا وحبيبي معلومة كده حلوة على الماشي كده، بس برضو بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، أخويا وحبيبي إذا ذكرت شخصا ولم تعين اسمه، خد بالك، ولم تعين أي قرينة تدل اللي بيسمعك على إن الشخص ده هو المقصود بفلان فلا تعتبر غيبة. يعني لو جيت قلت لك دلوقتي إيه، تخيل من سنة كده قابلت واحد بخيل فبتكلم معاه فمرضيش يعزمني على حاجة ساعة، هل أنت عرفت مين دوت؟ طبعا ما عرفتش، صح كده؟ وبالتالي فلا تعتبر غيبة. هنا أمنا عائشة لم تعين أي حد خالص بالمرة من الذين ذموا أزواجهم، بالإضافة لده كله أن ده كان مجلس كان في الجاهلية، المجلس دوت كان في الجاهلية، واضح كده يا جماعة؟ يبقى مجلس كان في الجاهلية ولم يعين أي حد فلا تعتبر غيبة، دي نقطة. النقطة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليقر أمنا عائشة أبدا، لو كان ده ذكر فيه غيبة لحد كان النبي صلى الله عليه وسلم سينهى أمنا الله عنها، لأن النبي هو اللي نهى الأمة عن الغيبة يا جماعة الخير. قال صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الغيبة قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقال واحد من الصحابة قال: يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ يعني هو رجل بخيل وأنا قلت أنه بخيل، يعني ما قلتش حاجة جديدة. قال: إن كان فيه ما تقول، خد بالك بقى، فقد اغتبت. طب وإن لم أكن فيه، لم يكن فيه ما أقول، فقد بهت ظلمته، يعني أضفت إلى الغيبة البهتان والظلم عياذا بالله، ربنا يعافينا عافيكم. والغيبة بتأخد الحسنات وعياذا بالله ربنا يعافينا عافيك بتأخد ثمرة عمرك كله. اسمع الحديث الجميل ده بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيوة كده عايزين نسمع كده كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ وخد بالك بقى أحلى حاجة في المعلومة إنك ما تقولهاش لحد إلا من خلال سؤال، وده كان أسلوب جميل قوي بيعلمه النبي للصحابة، لما كان يقول لهم معلومة كان يسألهم: أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون من المفلس؟ واخد بالك؟ ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند، إلى آخر الحديث. قال: أتدرون؟
من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، اللي معهوش فلوس. فقال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج. ما شاء الله، الله أكبر، أعمال جميلة هي ما شاء الله، لكن عنده مشكلة كبيرة أوي. يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، شو بقى المصيبة؟ فيعطى هذا أو فيأخذ هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. خد بالك من لفظ الحديث، قال فيعطى هذا من إيه؟ ما قالش من صلواتي ولا من زكواتي ولا من حج ولا من صيام، لا، قال من حسناتي. يبقى إذا الرجل ده كويس وكان عمله خالصا لوجه الله وكان على متبعا فيه رسول الله، لأن هم دول شرطين قبول العمل يا جماعة، شرطين قبول العمل أن يكون العمل خالصا لوجه الله، الحاجة التانية أكون متبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل ده كان مخلص، أي نعم، وكان متبع للنبي، أي نعم، وقبلت أعماله، أي نعم، والدليل إن هو أخذ حسنات، فيعطى هذا من حسنات الله. طب ما كان ممكن ربنا يعامله بمعادلة حسابية، إزاي؟ أنت عملت كم حسنة؟ مليون حسنة، واغتبت الناس بمقدار قد إيه؟ برضه مليون حسنة، مليون سيئة، واخد بالك؟ خلاص ناخد دي من دي ويجي يوم القيامة ما يلاقيش ولا حسنة، لكن لا، مش هي دي الحسرة، عارف الحسرة إيه؟ الحسرة إنه يجي يوم القيامة ربنا يعافينا ويعافيكم يلاقي جبال حسنات، وفجأة يلاقي حواليه ناس ده بيقول له خد بالك انت غتبتني اديني حسنات، ياخد حسنات، وانت مشيت بيني وبين اخويا بالنميمه اديني حسنات، وانت خدت فلوسي وما رضيتهاش اديني حسنات، وهكذا. فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، يا خبر رب جبل الحسنات كله خلص، طب خلصت الحسنات يا رب اعمل ايه؟ فيؤخذ من سيئاتهم ثم تطرح عليه ثم يطرح في النار. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب من الغيبة. وخد بالك أخوي وحبيبي قبل ما نخش في الحديث في نقطة مهمة جدا جدا جدا، بس والله ما أقولها إلا ما تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن يا جماعة الخير في ناس فاهمة إن أنا لما اغتاب حد أنا بس اللي باخد الذنب، وإن اللي بيسمع ده ملوش ذنب في حاجة، وبعض الناس تقول ها معقول حصل ده كل يا خبر كل ده يطلع من فلان يا خبر، وعين في الآخر خالص استغفر الله دع الخلق للخالق، هو عمال يسمع غيبة بقاله نص ساعة. لا أخويا حبيبي عايز أقول لك على معلومة قد تكون جديدة شوية، أنت عارف إن اللي بيسمع غيبة بياخد نفس الذنب بتاع اللي بيغتاب؟ يا شيخ الله يبارك فيك، انت اتفقنا مع بعض من الحلقه الماضيه انك ما فيش كلمه تقولها الا بدليل، وانا موافقك والله، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم في قصه كعب بن في قصه ماعز بن مالك الاسلمي لما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله زنيت فطهرني بالحد، سالوا النبي كم سؤال في الاخر خالص طبق عليه الحد. فالمهم هم ماشيين النبي عليه الصلاه والسلام ماشي وسط الصحابه، فاثنين من الصحابه واحد اتكلم والثاني سمع، الحديث رواه مسلم ده في احدى روايات الموضوع ده، فواحد منهم قال ايه؟ اما وسع هذا الرجل الا ان يرجم، خد بالك اما وسعته نفسه حتى رجم رجم الكلب، يعني ما كانش يسيب نفسه وخلاص، مش لازم يقول للنبي ان هو زنى وكان الموضوع هيعدي، يعني لازم يروح يقول للنبي عشان يترجم. فقال كلمه وحشه قوي، قال حتى رجم رجم الكلب. الثاني اخويا وحبيبي ما نطقش ولا كلمه وسمع بس وايه وسكت يعني، فراح النبي ساكت ويعني ايه وسابهم كده شويه، وبعدين وهم ماشيين فجاه وصلوا لحد مكان كده اعزكم الله لقوا فيه حمار ميت وقد انتفخت بطنه وارتفعت قوائمه، يعني عياذا بالله اصبح رائحته منتنه. فقال النبي اين فلان وفلان؟ فين فلان وفلان؟ فقالوا نحن يا رسول الله. فقال كلا من جيفة هذا الحمار. قالوا غفر الله لك يا رسول الله، ومن يأكل من جيفة الحمار؟ قال ما نلتما آنفا من عرض أخيكما ماعز أشد عند الله عز وجل من أكلكما لهذا الحمار. سبحان الله، إيه ده؟ معقولة؟ معقولة؟ طب وقال إيه؟ قال ما نلتما، الله ده واحد بس اللي اتكلم يا رسول الله. أيوة، ما هو اللي سمع زي اللي اتكلم، ولذلك كانت نصيحت بقى النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قال من ذب، يعني من دافع، من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه النار عن وجهه يوم القيامة. أنت لما تيجي تلاقي واحد بقى بيتكلم على أخوه قول له الله يبارك فيك غفر الله لنا وله، ربنا يكفينا يكرمك ويحفظك، يقول لك ده بخير قول له يا أخي والله ده إنسان كريم وفاضل، يقول لك ده كذا يقول له لا والله يا أخي ده إنسان محترم، وهكذا. دافع عن عرض أخيك حتى يدفع الله عز وجل النار عن وجهك يوم القيامة. هنخش بقى في أول حديث وأول ليلة في بيت النبي ونشوف أمنا عائشة حكت القصة إزاي. تعالوا نشوف القصة الجميلة البهيجة الرائعة بس بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا اوعى تروح يمين وشمال، خليك معنا الليلة دي. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حبيبي في الله وأختي في الله وأهلي وأحبابي، حاسين إن أنتوا الليلة دي داخلين بيت النبي؟ حس المعنى الجميل ده. حضرتك الآن داخل بيت النبي، حضرتك الآن داخل بيت النبي، هدوء جميل قوي قوي، حس بروحانات الحلوة ديت. أنتوا الآن داخلين على النبي، النبي قدامكم، الوش المنور الجميل المضيء، وأمنا عائشة قاعدة جنبه، فبتتكلم معاه بتقول له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا عايز أحكي لك حكاية 11 امرأة كانوا في الجاهلية قعدوا مع بعض واتفقوا مع بعض ال11 إن مفيش واحدة فيهم تكتم أي خبر عن زوجها، كل واحدة هتقول اللي في زوجها بالملي وبالحرف الواحد. وإحنا قاعدين نتفرج على أمنا عائشة وهي عمالة بتحكي للنبي حكاية ال11 امرأة. الأول قبل ما نخش في القصة، ان شاء الله احنا معانا النهارده شويه SMS كده جميله، جت الحلقه اللي فاتت او جت على مدار الاسبوع، فيها شويه بشرات حلوه قوي 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 جميله. لما قلت لكل الناس اللي بيتفرجوا علينا وكل حبايبنا، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويجمعنا واياكم في الفردوس، قلت ابعتوا لنا لو انت قدام النبي لمده دقيقه هتقول له ايه وهتقدم له هديه. جت هدايا جميله قوي قوي وحاجات بشريات زي الفل، ان شاء الله نعرفها ان شاء الله في الفصل الثالث. ومنتظرين برضو SMS بتاعتكم انها تيجي ان شاء الله خلال الحلقه، وهنرد عليها في اخر الحلقه ان شاء الله، ونتكلم عن اجمل الرسائل اللي جت. وبالله عليك ما تنساش، كل حلقه هيبقى سؤالنا الثابت: هديتك اللي هتقدمها ايه للنبي؟ طبعا في ناس قدمت ولسه ناس هتقدم، لان ربنا اللي قال كده: من المؤمنين رجال، مش مقصود بالرجال هم رجالة فقط، الرجال مقصود بها عامة المسلمين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحده، الحمد لله أهو في ناس بعت، ومنهم من ينتظر، منتظرين برضو اللي لسه هيبعتوا إن شاء الله هديتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص اتفقنا، داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قاعد مع أمنا عائشة وابتدى يسمعها. الله، ده النبي مشغول جدا، النبي عليه أعباء الأمة كلها، ورغم ذلك النبي قاعد يسمع أمنا عائشة على الأقل لمدة نص ساعة في حديث طويل جدا جدا، ورغم ذلك والنبي مركز، مركز معاها، مش مجرد يا جماعة بيسمعها وخلاص أهو اتكلمي قولي اللي في نفسك وخلاص، وهو النبي عليه الصلاة والسلام بيفكر في حاجة تانية وبعدين في الأخير خلاص قلت إيه؟ لا، ده اسمعها لحد ما خلصت كل الكلام، وراح النبي منقي أحسن واحد كان في الحديث دوت اللي هو أبو زرع، وراح قايل لأمنا عائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، اللي كان بيحب بعض جدا، غير أني لا أطلقك. يا الله، الحديث بيقول إيه؟ أمنا عائشة بتقول إن جلس 11 نسوة قاعدة مع النبي، هي بتحكي له دلوقتي، تقول له: يا رسول الله 11 واحدة قاعدين مع بعض، وكل واحدة قالت للتانية إيه؟ مش عايزين نكتب أي خبر، تعالوا نحكي أخبار أزواجنا كلهم بلا يعني ما نخبيش أي حاجة خالص. تمام كده؟ آه تمام. فأول واحدة قالت، أمنا عائشة بتحكي بقى للنبي عليه الصلاة والسلام بتقول له، أول واحدة قالت: قالت: زوجي لحم جمل غف، علاش اللغة العربية بتاعت زمان بقى كانت صعبة شوية كده ومكلكعة، لكن هنفسرها دلوقتي حالا. زوجي لحم جمل غف على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. ايه معنى الكلام ده؟ طبعا لازم نترجم، وانا عشان نترجم لازم انت تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. بتقول ان زوجها دوت جمع بين سوء الخلق وبين سوء المعشر، راجل لا يطاق، يعني دي اول واحده جابت زوجها بالضربه القاضيه خلصت عليه، واخد بالك؟ الراجل ده كان صعب جدا جدا. الراجل ده زوجته بتوصفه بتقول: زوجي عامل زي اللحمه الجملي. طبعا اللحمه الجملي لحمه غير مرغوب فيها اصلا، واكبر دليل على ان اللحمه غير مرغوب فيها ان الناس لما بياكلوا اللحمه الجملي يعملوا ايه؟ بيعملوا كفته. ليه؟ يعني يا دوب عشان تترمى على طول على المزلقان، يعني ما فيش وقت ايه لا تمضغ ولا تتمتع مثلا زي اللحمه الثانيه، واخد بالك؟ زي لحم الشياه او اللحم الثاني، انما لحم الجملي في الغالب بيتفرم ويتعمل كفته عشان يترمى على طول. قالت: ورغم ان هو لحم جملي، يا ريته لحم جملي مثلا جمل صغير، لا ده جمل معجز ولحمه صعب جدا ومن أسوأ أنواع اللحم، ويا ريت كده وبس، ده ويا ريت حتى قريب عشان نقدر نجيبه، لا ده هو على رأس جبل والجبل ده وعر جدا، يعني لا انت من السهل ان انت تروح تجيبه، ولو حتى جبته مش هتستسيغ طعمه لان طعمه مر جدا. عايزة تقول ان الراجل ده لا يطاق،
يعني ايه المعامله معاها من اصعب المعاملات، تخاف تنطق معاه كلمه والا في لحظتها على طول هيقوم يا يضربها يا يطلقها يعمل معاها اي مشكله. المهم ان هو زوج لا يطاق، جمع بين سوء الخلق وبين سوء المعشر. وانا عايز اقول كلمه يا جماعه، اي زوجه في الدنيا اوعى انت كزوج تظن انك انت تقدر تكسب قلب زوجتك بفلوسك، تبقى اخطات، تبقى فاهم زوجتك غلط، تبقى ما عرفتش طبيعه المراه. احنا عايزين نعالج مشاكل الزوجه من خلال احنا بنحكي لكن من خلال ما بنحكي عايزين نقول الزوجه تتعامل ازاي والزوج يتعامل ازاي والحياه الزوجيه تمشي ازاي والحب يرجع مره تانيه ازاي. وهو النبي لما استمع لهذا الحديث وكانه اقر امنا عائشه على انها تروي له الكلام ده كله، خدوا بالكم، فكون النبي يسمع الكلام ده كله كانه بيقول لك اتعلم اتعلم. لان سنه النبي يا جماعه، سنه النبي ثلاث حاجات: قول وفعل واقرار. اوعى تكون فاكر بس ان سنه النبي هي الكلام بس اللي بيقوله او هو الفعل بس اللي بيفعله، لا، سنه النبي عليه الصلاه قول وفعل واقرار صلى الله عليه واله وسلم. فالنبي عليه الصلاه بيوضح بقى، بيوضح في احاديث كثيره جدا ان حسن الخلق ذهب بخيري الدنيا والاخره. الله اكبر. رساله الاسلام يا جماعه الخير رساله اصلا اخلاقيه. قال حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم، قال حينما يعني حينما تكلم عن حسن الخلق بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، قال حديث كثيرة جدا، قال أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. عايز تعرف مدى كمال الإيمان في قلب العبد؟ ما تبصش لعبادته، بص لأخلاقه، خد بالك، بص لأخلاق الإنسان ده عاملة إزاي. أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. طيب، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. طب عايز أتقي الميزان يوم القيامة أتقله بحسن الخلق، قال صلى الله عليه وآله وسلم إن أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة أو ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. أكثر حاجة تتقي ميزانك حسن الخلق. طب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حسن الخلق يوصل لحد فين، قال إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. الله أكبر. يعني أنا ممكن بحسن أخلاقي أدرك يوم القيامة درجة الصائم القائم؟ أي نعم. ليه؟ لأن النبي قال كده صلى الله عليه وسلم. لا، فوق ده كله كمان، ده أنت عايز تضمن أحلى درجة في الجنة، إيه رأيك؟ بحسن الخلق. إيه الدليل على كده؟ قول النبي بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم، يعني أنا ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. لا، ده اللي أجمل من ده كله بقى. نفسك تكون جنب النبي في الجنة؟ طبعا طبعا طبعا. ده واحد من الصحابة النبي سأله صلى الله عليه وسلم وقال له إيه؟ قال له يعني سألني شيئا يا ربيع. ربيع ده كان بيجهز مية الوضوء للنبي عليه السلام. قال له سألني شيئا يا ربيع، اطلب اللي أنت عايزه من غير ما يتردد. ربيع ده خدوا بالكم كان عنده 17 سنة وكان من أهل الصفة ومش لاقي ياكل وما عندوش بيت ونفسه يتجوز، ورغم ذلك ما طلبش أي حاجة غير إنه قال إيه؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال النبي أو غير ذلك، اطلب حاجة تانية يا ربيع، ده أنت فقير ومش لاقي تتجوز ونفسك في بيت. قال هو ذاك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. حديث الثاني، حديث الأولاني ده رواه مسلم، الحديث الثاني ده رواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد حسن، إن واحد وأنا بسميه حديث المحب جه للنبي قال له يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر فما اصبر. يا خبر، ما انت لسه مصلي مع النبي. ايوه، مصلي مع النبي ومصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك وحش النبي. شوف الحب بقى، قال فما اصبر حتى اتي فانظر اليك يا رسول الله. لكن عندي مشكله. ايه هي؟ قال فاذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله. ما احنا كلنا هنموت، لان ربنا قال كده للنبي، قال انك ميت وانهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. قال له فاذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. أنا مش عاتل هم دخول الجنة، أنا عاتل هم أن أنا نفسي أكون معك في الجنة. فسكت النبي ونزل قول الرب العلي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله أكبر. ولذلك الرجل اللي جه للنبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك، جاء رجل قال يا رسول الله متى الساعة، هي القيامة إمتى؟
شوف النبي صرفهم من المهم الى الاهم. قال وماذا اعددت لها؟ انت بتسال عن يوم القيامه؟ ما تسالش عن يوم القيامه، انت جاهز للقاء الله ولا مش جاهز؟ قال وماذا اعددت لها؟ قال ما اعددت لها كثير صلاه ولا صيام غير اني احب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم فانت مع من احببت. يقول أنس فما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. ليه يا أنس رضي الله عنك وأرضاك؟ قال فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا والله يا رب، والله يا رب بنحب رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وبنحب أبو بكر وعمر وكل الصحابة بل وكل الصالحين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. فعايز تكون جنب النبي في الجنة؟ أي والله، اسمع الكلام حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الله، أخويا وحبيبي أختي الفاضلة، مفيش أجمل من حسن الخلق بين الزوجين. أنا ممكن أروح وأجيب لزوجتي وأنا مروح تورتاية حلوة، وأعد على بتاع مجوهرات أجيب لها خاتم جميل، وأعد أجيب لها شوية حاجات، وأخش وأقوم رميها لها كده وأقول لها على الله يطمر. فاهم ازاي؟ انا ضيعت كل اللي انا عملته ده كله بالكلمه الوحشه اللي قلتها. وممكن اخش على زوجتي وانا مش جايب اي حاجه، ايد ورا وايد قدام، مفيش اي حاجه في ايدي، ورغم ذلك اخش اقول لها يا سلام يا حبيبتي، والله ده انا بشتاق للحظه اللي ادخل فيها بيتي عشان اشوفك واسعد بلقائك، ربنا ما يحرمنيش منك، يا رب يجمعني بيكي في الجنه زي ما جمعني بيكي في الدنيا، والله سامحيني العين بصيره والايد قصيره، كنت اتمنى اجيب لك والله الدنيا واللي فيها، والله تستاهلي كل حاجه، والله كل خير في الدنيا والاخره تستاهليه، بس سامحيني والله انا يعني غصب عني. يا سلام، المراه في الوقت ده، الزوجه في الوقت ده تقول له كفايه دخلتك يا حبيبي، كفايه بس رؤيتك وكلمتك الحلوه دي، كفايه ان انا حاسه من جوايا ان انت تتمنى تجيب لي الدنيا اللي فيها. شفت قد ايه؟ عمرك ما هتملك ابدا قلب زوجتك بفلوسك. انسى الموضوع ده تماما. انما هتملك قلب زوجتك بحسن اخلاقك، بمعاملتك الطيبه. عشان كده المراه الاولانيه جابت زوجها بالضربه القاضيه. قالت حتى لو كان بيجيب، وحتى لو كان عنده خير، وحتى كل ده ضاع بسبب سوء الخلق وبسبب سوء المعشر. زوجي لحم جمل غف، لحم الجمل اصلا ما يتاكلش، وفوق ده كله كمان لحم جمل رديء جدا جدا، على راس جبل وعر، فوق الجبل في قمه الجبل إفريست ولا الهيمالايا ولا، فاهم ازاي؟ لا سهل فيرتقى، يعني الجبل ما هوش سهل عشان نقدر نطلع فوقيه ونجيب اللحم ده، تمام؟ ولا سمين فينتقى، ولا حتى اللحم يستاهل ان احنا نتعب عشانه ونجيبه من فوق قمه الجبل. دي كانت الزوجه الاولانيه اللي ضربت جوزها بالضربه القاضيه. قالت ايه؟ قالت زوجي لحم من جمل غس. طيب، ومش عايزين ننسى يا جماعه بالله عليكم الاس ام اس ان شاء الله عشان نعلق عليها في اخر حلقه ان شاء الله، ومعانا شويه هدايا جميله قوي 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 ان شاء الله. وبنقول عايزين الاس ام اس يدور حوالين هقدم ايه هديه للنبي عليه السلام، واكتب اسمك، يا ريت اكتب اسمك او اسمك علشان نشكركم وندعي لكم. وانا والله الذي لا اله غيره، الناس اللي بعتوا اس ام اس في الحلقه الماضيه وانا قراتها ونقيت منها بقى الحاجات الهدايا التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، والله يعني دعيت لهم يعني بفضل الله سبحانه وتعالى في جوف الليل في الثلث الاخير من الليل دعاء، اسال الله عز وجل ان يجمعني واياكم في الفردوس الاعلى، قولوا امين. الزوجه الثانيه قالت ايه بقى؟ قالت زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. إيه معنى الكلام دوت؟ هنعرف معنى الكلام دوت بعد فاصل قصير، فابقوا معنا، وحد يروح يمين ولا شمال، خليكم معنا في قناة اقرأ إن شاء الله. جزاكم الله خير على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في بيت النبي. احنا الليله دي مقضين اول ليله في بيت النبي، والليالي هتبقى كتير ان شاء الله. هم زمان كانوا عملوا كتاب اسمه الف ليله وليله،
ان شاء الله حلقاتنا تبقى اكتر من 1000 ليلة وليلة ان شاء الله، ونفضل على طول مقضيين كل يوم 3 ليلة في بيت حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ونشوف ايه اللي كان بيحصل في بيت النبي عليه السلام، وازاي النبي كان عايش، وازاي زوجاته كانوا عايشين ومستمتعين اجمل حياة واسعد حياة في ظل منهج الله عز وجل، وفي ظل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ظل هذا الخلق العظيم لصاحب الخلق النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. حاجت لنا سورة رسائل اس ام اس جميلة جدا جدا، بس هناخد شوية بس في الحديث كده ان شاء الله، ونكمل ونستقبل ان شاء الله مجموعة مكالمات في آخر حلقة إن شاء الله، تكون برضو في نفس مجال الموضوع إن شاء الله، عن الحياة الأسرية الجميلة وعن السعادة الزوجية. أتمنى أسمع زوجة بتقول لي أنا بحب زوجي وبدعي له ليل ونهار. أتمنى أسمع زوج بيشكر في زوجته ويقول: زوجتي يا سلام، ربنا يبارك لي فيها، ربنا ما يحرمنيش منها. أتمنى ما يكونش كل الاتصالات مثلا إن أنا بشتكي من زوجي عمل فيا أو زوجتي عملت فيا. أتمنى يكون في حب في بيوت المسلمين، وإن شاء الله في خير كبير جدا، والخير هيكتر وهيكتر وهيكتر يعني إن شاء الله، طول ما احنا ماشيين ورا النبي صلى الله عليه وسلم، وطول ما احنا عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم. الزوجة الثانية قالت: يا جماعة، قالت: زوجي لا أبث خبرا، أنا مش هقدر أجيب سيرته ولا أتكلم عنه ولا كلمة. طب ليه يا ستي، إيه اللي خليك مش عايزة تقولي؟ قالت: إني أخاف ألا أذرى، إني أخاف ألا أذرى، يعني اللا ديت العلماء قالوا لا زائدة، يعني زي قول المولى عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة، يعني أقسم بيوم القيامة، ولا زائدا، يعني إني أخاف ألا أذرى، يعني إني أخاف أن أذرى، خايفة لو نطقت كلمة الراجل دوت يطلقني، لأن الراجل ده أنا عايشة معاه كده يعني عيشة ما يعلم بها إلا المولى عز وجل، فعشان كده مش قادرة إن أنا أقول كلمة. لكن لو اتكلمت بقى يا جماعة، هي طبعا قالت مش هتكلم واتكلمت، قالت: لو هتكلم بقى إن أذكره أذكر عجره وبجره. طبعا ايه العجر وايه البجر هنعرف دلوقتي حالا، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. العجر انتفاخ عروق الرقبه، تعرف في واحد بيبقى عصبي جدا جدا لدرجه لما يتكلم كده تلاقيه بتشنك وعروق رقبته ايه ده يعني طالعه كده عامل زي صدام البولونيز، واخد بالك؟ فيعني فتلاقي المساله عنده صعبه شويه. ادي العجر، والبجر انتفاخ عروق البطن. عايزه تقول ايه؟ عايزه تقول جوزي دوت لو حبيته تعد العيوب بتاعته، دي طبعا برضو ضربته بالضربه القاضيه، قالت: لو حبيته تذكره العيوب بتاعته، فالعيوب بتاعته لا تذكر، حاجات كتيره جدا، عيوب ظاهره وعيوب باطنه، عشان كده انا مش قادر اتكلم عنه ولا قادر اقول لكم عيوبه، لانه لو هذكر عيوبه مش هنخلص، هقول ايه ولا ايه ولا ايه. انت عارف في زوجات كده تقول لك زوجي ده ما فيهوش خير خالص بالمره. طبعا ممكن تكون الست ديت منصفه وممكن تكون مش منصفه، لان النبي عليه السلام قال: لو احسن رجل الى احداهن الدهر كله قالت ما رايت منك خيرا قط، اللي هي حته ايه؟ يكفرن العشير. طبعا ده موجود في بعض النساء، لكن ان شاء الله النساء اللي قاعدين قدامنا دلوقتي ان شاء الله ما يكفرنوش العشير، ان شاء الله زوجات محترمات، ان شاء الله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم رب العالمين. شاهد في موضوع اخويا حبيبي ان الزوجه دي بتوصف زوجها انه عيوبه كتير قوي كتير قوي ولا تطاق، يعني مش ممكن واحدة في الدنيا دي كلها تتحمل مثل هذا الرجل. وبعدين بتقول: وفوق ده كله أنا كان نفسي أتكلم، بس لو اتكلمت أنا خايفة يعني إن لو اتكلمت الراجل ده يطلقني، فعشان كده لم تنطق ولا كلمة. قالت: لو هتكلم أذكر عجره وبجراه، يعني أقول لكم إن في عيوب كتيرة جدا جدا ظاهرة وباطنة ومش هتتعدى، عشان كده أنا مش هتكلم. طيب التالتة قالت إيه بقى؟ التالتة دي بقى يعني حاجة صعبة شوية. قالت إيه؟ طيب معانا تليفون، طيب معانا اتصال. السلام عليكم، الأستاذة نادية من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ محمد. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ محمد؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك. تفضلي يا أختي نادية. العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل شيء جميع مرضى المسلمين يا رب. آمين يا رب العالمين، ربنا يبارك فيك ويحفظك. تفضلي يا أختي نادية. الله يسلمك يا رب. أما يعني أني طيب انا اريد اقول يعني اشارك اني لو رايت الرسول دقيقه واحده الله. يعني بصراحه ما اعرف يعني ايش راح اقول، بس اقل ما بيجي راح اقول له اقول يا رسول الله يعني احنا مهما صبرنا وتحملنا فانت قدوتنا في التحمل والصبر. طب الهديه اللي هتقدميها للنبي يا اختي ناديه؟ ايوه اي هديتي، اما هديتي الى يا رب اتمنى ان يكون نقاب اللي لبسته حتى يفرح الرسول بي يوم القيامه لاني رضيت به الله. الله ربنا يكرمك يا رب، ربنا يحفظك اختي نادي. الله يسلمك يا رب. الله يحفظك ويحفظ الله اخواننا وحبايبنا بالثبات يا رب. ربنا يا رب يفرج عن ربنا يثبتكم ويحفظ اهل العراق يا رب العالمين، ويفرج همهم يا رب العالمين، وينصرهم على من عداهم. الله يسلمك يا رب. امين يا رب. جزاكم الله خير.
الله يخليك اختنا دي، ربنا يحفظك يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا على الاتصال. الثالثه بقى بتقول يا جماعه، الثالثه بتقول ده ما زالت امنا عائشه قاعده مع النبي، واحنا بقى دلوقتي جوه بيت النبي، كاننا جوه بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعمالين شايفين امنا عائشه بتتكلم مع النبي، والنبي منتبه ليها جدا، بيسمع كلامها حرف حرف. الثالثه قالت ايه؟ قالت زوجي العشنق. كلام تقيل شويه معلش. زوجي العشنق، ان انطق اطلق وان اسكت اعلق. زوجي العشنق، ايه العشنق ديت؟ العشنق دي عشان تلاقي لها مترادف في اللغه العربيه يمكن تتوه شويه، انما هي مجملها كده كما قال العلماء، العشنق يعني بالبلدي كده وسامحوني يعني طويل واهبل، يعني فاهم ازاي؟ يعني هناك تباعد ما بين عقله وما بين قلبه، هو انسان مش منضبط، انسان دماغه مش مظبوطه، لو اتصرف بتصرف تصرفات يعني شويه سفيهه شويه، ما بيعرفش يتكلم صح، بيتعامل مع زوجته أسوأ معاملة، لا يتحمل منها أي كلمة، لو نطقت كلمة وقالت له أنت غلطت في كذا هيطلقها، ولو سكتت فهي معلقة، ليس لها أي حق عنده، ليس لها أي قدر عنده، هو سيبها بس في البيت تأكله وتشربه وتنظف له بيته، لكن لا علاقة بين هذا الزوج وبين زوجتي، يعني عايش حياة صعبة جدا جدا. طب ده كده احنا بقينا 3-0، يعني الثلاث زوجات يعني اتكلموا عن ازواجهم بالضربه القاضيه، ما فيش ولا واحده لحد الان يعني قالت كلمه خير في زوجها. فدي قالت زوجي العشنق، ان انطق اطلق وان اسكت اعلق. لو نطقت وقلت هو عيوبه ايه، او حتى ناقشته او قلت لاي حد يا جماعه كلموه هتطلق، ولو سكت فانا معلقه، لا انا زوجه ولا انا مش زوجه، وانا ساكته وراضيه لان عندي اولاد فعايزاهم ياكلوا ويشربوا، وانا ما عنديش اي مصدر ان انا اكلهم، فسايباه ياكلهم وشاربهم، لكن انا في النهايه انا مانيش زوجه. طيب الرابعه بقى، دي اول واحده تشكر في زوجها واول واحده تثني على زوجها، يبقى كده 3-1. قالت الرابعه زوجي كليل تهامه، خدوا بالكم، لا حر ولا قر ولا مخافه ولا سامه. الله، الزوجة الرابعة دي بقى بتوصف زوجها بأجمل الأوصاف بفضل الله سبحانه وتعالى. بتقول زوجي ده بقى، لا ده زوجي ده بقى ما يتوصفش بقى. عارفين ليه التهامة؟ دي مدينة ما بين اليمن والحجاز، من أجمل الأجواء اللي موجودة على وجه الأرض مدينة تهامة. بتقول زوجي يعني زوج راجل رقيق جدا، راجل مشاعره كده حساس جدا، راجل لذيذ قوي قوي ما شاء الله، وراجل حساس وكلامه حلو وحسن الخلق وحسن المعشر، لدرجه انها وصفته بانه معتدل جدا زي الجو اللي معتدل في مدينه تهامه. قالت لا حر، ما هوش عصبي قوي قوي مع الاقل الكلمه يقوم ده خناقه مع زوجته، فاهم ازاي؟ ولا قر، وما هوش بارد، انت عارف الزوجه برضو تتعب لما تلاقي الزوج عصبي جدا او بارد جدا. بتقول هو ما شاء الله هو معتدل، تمام؟ قالت ايه؟ لا حر، ما هوش عصبي، ولا قر، انه بارد، ولا مخافه، لما عاوز اتكلم معاه ما بقاش خايفه منه. انت عارفين يا جماعه في زوجه تيجي تتكلم مع زوجها تقول والله بخاف اتناقش معاه، لو نطقت كلمة في وجوده أخاف لحسن يعمل لي مشكلة ويعمل لي خناقة ويتقلب عليا، فأنا وأنا بتكلم معاه بحسس على الكلمة. هذا الرجل بئس الزوج يا جماعة. الزوجة لازم لما تتكلم مع زوجها حتى لو غلطت في كلمة وهي مش قصدها وهتتأسف، الزوج لابد يكون صدره متسع يقبل منها الاعتذار، ويحاول بقدر الامكان ان هو يكون رحيم بزوجته، ويحاول بقدر الامكان ان هو يكون اليف في معاملته مع زوجته، بحيث ان هي بتتكلم معاه ما تبقاش خايفه منه، لان يا جماعه المبدا بتاع زمان اللي هو اذبح القطه، فاهم ازاي، من اولها، ده مبدا غلط، بالعكس ده النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. طب معانا تليفون، السلام عليكم. عليكم السلام. ام عبد الرحمن من امريكا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا بحضرتك. بارك الله فيك يا اخي الكريم وفي علمائنا جميعا. ربنا يعزك ويحفظك يا رب. شيخ محمود انا عايزه ابشر حضرتك الله اني هديت للنبي عليه الصلاه والسلام صيام داوود وصلاه الفجر يوميا بمشيئه الله. الله اكبر، ربنا يعزك يا رب ويحفظك، ما شاء الله. امين يا رب. ما شاء الله. وانا بصلي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 وبصلي قبل العصر 4 ركعات كمان. ما شاء الله. ما شاء الله. ولكن بالله عليك يا اخي الكريم واسمح لي ان اقول يا اخي. اتفضلي، ربنا يبارك فيك. فانا اطلب منك طلب واحد فقط. اتفضلي يا مدرسة، تحت امرك. ادعي لي.
أن الله جل وعلا يرد إلي زوجي كما رد يوسف إلى أمه. أسأل الله عز وجل أن يرد إليك زوجك يا أم عبد الرحمن، وأتمنى كل اللي سامعيني دلوقتي يقولوا آمين. آمين يا رب. ربنا يرده لك يا رب ويحفظك يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا. طبعا هي قالت جملة حلوة قوي، قالت أنا بصلي أربع ركعات قبل الظهر أربعة بعد الظهر، لأن في نص حديث أن اللي يصلي أربع ركعات قبل الظهر وأربعة بعد الظهر حرم الله جسده على النار، خدوا بالكم. طب واللي يصلي أربعة قبل العصر، من هي سنة مش مؤكدة، دعا له النبي بالرحمة فقال رحم الله امرأ أو رحم الله رجلا صلى قبل العصر أربعا كما أخبر النبي. أسأل الله عز وجل أن ربنا يرد عليك يرد لك زوجك إن شاء الله سالما غانما. طب تعالوا بسرعة كده نشوف الهدايا التي قدمت للنبي في الأسبوع الماضي، ومعانا برضو اس ام اس لسه جاية جديدة، وما زلنا هنستقبل اس ام اس من حضراتكم طول الأسبوع، وهيوصلها للإخوة هنا في القناة، ربنا يحفظهم يا رب العالمين، على يوم الحد أو قبل ذلك، عشان إن شاء الله نقرأها برضو ونقولها في الأسبوع المقبل، وندعو لكل من بعث هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هديتي أجتهد وأفعل الذي يرضي الله ورسوله، جزاكم الله خيرا. أم مندي بتقول هديتي للرسول صلى الله عليه وسلم هلبس النقاب وأحفظ القرآن، جزاكم الله خيرا. أم عبد الحليم قالت ربنا رزقني بهناء وعبد الحليم وعبد الرحمن ومصطفى وهعمل دولة إسلامية في بيتي، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك. طبعا في ناس مش سامين أسمائهم، قال هديتي للنبي أني أبر أمي، أو هي قالت هديتي للنبي أني أبر أمي برعاية أخويا الصغير المعاق وباقي أخواتي، جزاكم الله خيرا. بتقول هديتي للنبي هداوم على صيام الاثنين والخميس. أنا عايز أذكر إخواني وحبايبي برضو بحاجة، أن احنا عايزين نصوم يوم الخميس اللي جاي والجمعة والسبت، هبقى يوم 13 14 15 ولسه هنقول الواجب حالا. طيب محمد من الموصل من العراق بيقول لي بحبك في الله، والهدية للنبي أحفظ سورة آل عمران، جزاكم الله خيرا. الأخت سماح قالت هديتي هترك الغيبة والنميمة، شفتوا الهدايا كلها متنوعة ازاي وجميلة ازاي. الأخ يسري قال هديتي هترك هديتي للرسول صلى الله عليه وسلم ان انا هترك التدخين نهائيا ان شاء الله، جزاك الله خيرا. الأخت أماني من مصر قالت هديتي النبي هلبس النقاب، جزاه الله خيرا. الأخت أم زياد قالت هديتي للنبي هصلي هبدأ أصلي ومش هترك ولا صلاة أبدا. الأخت سماح من السودان قالت هديتي أن أنا هلبس النقاب. في أخت قالت والدتي أمية هتحفظ آية الكرسي هدية للنبي، والله كانت يعني هدية جميلة أن ست أمية هتجاهد نفسها تحفظ آية الكرسي هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم ان اكمل بقيه حياتي في المدينه واقوم بخدمه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بدون مقابل لافوز بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. اسال الله عز وجل ان يبلغنا واياكم شفاعه النبي. الاخت نسمه من مصر قالت هديتي للنبي ان انا اصلي قيام الليل. الاخ احمد ايمن ربيع قال هديتي للنبي ان انا اكون بار بام وابويا. الاخت عفاف من السويس قالت هديتي ان انا هصلي ولم انقطع ابدا عن الصلاه. اخت جميله ما شاء الله عمرها 14 سنه قالت هديتي للنبي هلبس النقاب، عندها 14 سنه. اخت تانية قالت هديتي للرسول صلى الله عليه وسلم ان انا لن اشاهد غير القنوات الدينيه. وبرضو واحدة بعتت هدية للنبي قالت هديتي للنبي حبي لزوجي. الله، هدية جميلة برضو نادرة شوية يعني. طيب تعالوا نشوف التليفون ده قبل ما نكمل هدايا. السلام عليكم. أستاذة مريم أهلا وسهلا، السلام عليكم. من المغرب، السلام عليكم. طيب التليفون اتقطع. طيب قالت هديتي للنبي عليه السلام إن أنا من النهاردة أصلي قيام الليل. هديتي الأستاذ أحمد بيقول هديتي مش هسمع أغاني وأنتظم في الصلاة إن شاء الله. الأخت منال قال هديتي إن شاء الله هحفظ القرآن إن شاء الله هدية لرسول الله. الأخت نهى بتقول هديتي للنبي عليه السلام إن كنت متبرجة وهلبس الإسدال إن شاء الله. الحقيقة آخر هدية واحد بعت وما بعتش اسمه يعني، قال هبني مسجد إن شاء الله هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر هدية وأجمل هدية وردت لي الحقيقة في الأسبوع الماضي، واحد قال لي أسلمت بسببك يا شيخ محمود، بارك الله فيك وفي ذريتك. حقيقة أنا عايز أعرف اسم حضرتك، أتمنى تكون متابعنا. يا ريت تبعت رسالة تانية باسم حضرتك عشان عايز أدعي لك على الهواء مباشرة في الحلقة القادمة إن شاء الله أخويا وحبيبي. وأنا سعيد جدا جدا بإسلام حضرتك، ربنا يثبت حضرتك ويبارك فيك ويكثر من أمثالك. عايز أقول قبل ما ننسى يا جماعة، بالله عليكم واجبنا الأسبوع ده عشان ما ننساش، عايزين بقى كل ما بنتكلم عن عودة الحب للبيوت مرة تانية، عايزين بيوت بقى بيوت ترضي ربنا، بيوت تعيش على هدي نبينا، عشان فعلا نعيش كل أسبوع ليلة في بيت النبي
ومحدش يستحق يخش بيت النبي الا اللي بيحب النبي، والا اللي بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والا اللي بيطيع النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب بالله عليكم حاجه بسيطه جدا والله لن اكلفك فوق الطاقه، ركعتين قيام ليل قبل الفجر. اصحى قبل الفجر بنص ساعه، صلي انت وزوجتك واولادك ركعتين، مش متجوز صلي لوحدك. النبي عليه الصلاه والسلام دعالك انت وزوجتك بالرحمه وقال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء فان قام وصليا كتب عند الله ليله اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ركعتين قيام ليل. تاني حاجه قراءه جزء قران او حتى اخي خمس صفحات، عشر صفحات، صفحتين، صفحه، اي حاجه يبقى ليك ورد يومي من قراءه القران. الحاجه الثالثه صيام يوم 13 14 15 اللي هم الخميس والجمعه والسبت اللي جايين ان شاء الله بالله عليكم ما تنسوش صيامهم. واللي اجمل واللي برضو عايزينه برضو مش عايزين ننساه ابدا ان احنا نحافظ على ذكر الله وعلى الاستغفار وعلى كثره الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم، عشان فعلا نستحق كل يوم ثلاث ان احنا نخش بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم. طيب تعالوا نشوف الرابعه قالت ايه ونختم بها حلقه الليله دي ان شاء الله. قالت زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سئامة. الرجل ده معتدل جدا، الرجل ده بسيط جدا، الرجل دوت ما عندوش أي أشياء معقدة، معاملته طيبة جدا، بخلوق مبتسم، بيعامل زوجته بأحسن المعاملة، يمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، بيمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء. فهو لا حر ما هوش عصبي مش على الاقل كلمه يقوم عامل مشكله ومطلقها، ولا قر ما هوش بارد ما يعني يخليها تقعد تنرفز هي كمان، ولا مخافه لما تقعد تتكلم معاه ما تبقاش عامله حسابها انها بتتكلم مع السيد او مش عارف مع مين كده، واخد بالك؟ لا، بتتكلم معاها على انه زوجها وحبيبها واخوها وابنها وابوها وكل حاجه ليها في الدنيا، فبتتكلم معاه بحب. واحنا قلنا دايما اجمل حاجه ان يبقى في حب بين الزوجين يا جماعه الخير. طيب ولا مخافة ولا سئامة، كلامه جميل قوي، لا انا بمل منه ولا هو بيمل مني ولا في اي حاجة في حياتنا فيها ملل، حياتنا جميلة. انتوا عارفين في ناس النهاردة بيقولوا الحياة بقت ملل، حياة بقت فيها رتابة كده غريبة جدا. غير يا اخي، غير، خد زوجتك ولو مرة في الاسبوع اخرجوا تمشوا، يعني قول لها طب تعالي نرجع ايام الخطوبة ايام العقد وتعالي نتمشى على البحر، كله دول مشوا ترمس وعيشوا حياتكم يعني، فاهم ازاي؟ واقعد كده عيش حياه جميله كده مع زوجتك، اقعدوا مع بعض ليله كده قول لها تعالي نفتكر الذكريات الحلوه بتاعتنا زمان، جمع ولادك وقول لهم حبايبي تعالى احكي لكم ساعه لما رحت اتقدم لمامتكم كان ايه اللي حصل وايه المشاكل اللي حصلت وتغلبنا عليها ازاي والدنيا كانت جميله ازاي وقدرنا نجهز العفش ازاي وكنا بننقيه ازاي والمعامله كانت ازاي. والله الذي لا اله غيره هتلاقي البيت مليان سعادة وحب، وهتلاقي الأولاد فرحانين وبيحبوا الجواز، عكس بقى أولاد مساكين ليل ونهار، الأب بيتخانق مع الأم والأم بتتخانق مع الأب، البنت تتعقد من الجواز والولد يتعقد من الجواز بكل أسف، وإحنا السبب. عشان كده بنقول الزوجة الرابعة دي كانت أول واحدة تشكر في زوجها، ما زالت الجلسة موجودة مع أمنا عائشة ومع النبي صلى الله عليه وسلم وهي لسه بتوصف له 11 واحدة، كل واحدة منهم بتقول كل اللي في زوجها سواء كانت عيوب أو كانت مميزات. ثلاثة ذموا أزواجهم بسوء الخلق، والرابعة قالت لا ده جوزي ده ما شاء الله عليه ابن حلال وطيب جدا وخلوق جدا وبيعملنا أحسن معاملة. طب يا ترى الأزواج اللي بعد كده هيقولوا إيه؟ ده اللي احنا نعرفه في الحلقة القادمة. لكن بالله عليكم مش عايزين ننسى أبدا قيام ليل ركعتين يا جماعة الخير، ربنا يبارك فيكم رب العالمين، قيام ليل ولو ركعتين، ورد القرآن ولو حتى صفحتين أو عشر صفحات أو جزء، يبقى ربنا يجازيك كل خير. أنا عايز أقول حاجة حلوة قوي، أنت عارف في المصحف شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ بيقول من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فحضرتك لما تقرأ في المصحف اللي معمول في مجمع الملك فهد رحمه الله رحمة واسعة، السطر فيه حوالي 40 حرف والصفحة فيها 15 سطر، يعني الصفحة فيها 600 حرف في 10 حسنات ب 6000 حسنة في صفحة واحدة، لو قرأت الجزء تاخد 120,000 حسنة في جزء واحد بفضل الله تقرأه في ثلث ساعة، لو قرأت كل يوم كل يوم 8 أجزاء قرآن في 3 ساعات ونص بفضل الله
والله مليون حسنة من سيربح المليون. وعايزين إن شاء الله إن احنا نتواعد على صيام خميس جمعة سبت إن شاء الله اللي جايين دولت، ولا ننسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نلتقي يوم الثلاثاء القادم مع تكملة أول ليلة في بيت النبي مع أسعد زوجين في الدنيا، مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. أنا سعيد جدا بلقائكم، وأشكر كل القائمين على قناة إقرأ المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.